لسانك بزراقي بأوصى. هذه الجمعية اللي تأسست في 1993 اللي كان الهدف ديالها هو الحفاظ على التراث الروداني وخصوصا فن الدقة والقريحة. والحمد لله هذه الجمعية وصلت للمبتغى ديالها لأنها عرفت على هذا الفن هذا محليا وطنيا ودوليا. نتمنوا من الناس الشباب والناس اللي تهتموا بهذا الفن باش يعلموا لولادهم الفن الدقه وفن القريحه لانه واحد المورود الثقافي لانه هو الاصل ديالو اصل من تارودانت. تسمع الدقه المراكشيه والدقه في دمنات والدقه هني راه كل شيء هذاك الشيء مشى من هذه الارض السعيده مشى من تارودانت. لهذا نتمنوا ان شاء الله من الشباب ومن الجمهور ومن الناس يحافظوا على هذا المورود الثقافي. وتنشكروا الناس اللي نظموا هذا الملتقى هذا المهرجان الدولي للفنون الشعبيه اللي كانت محتاجه ليه المدينه زمان هذا. والحمد لله اللي وصلنا لهذا المستوى هذا. وتنشكروا الناس اللي واقفين وساهرين على هذا الشيء. وتنشكروا السلطات المحليه والله ينصر سيدنا والسلام عليكم.